اللي كمان واحد زي ناصر ماهر لما خرج من الاهلي معار جات له عروض من بيراميدز وزنوا على ودانه كتير قوي في بيراميدز، ولا مش عارف ايه حكايه بيراميدز مع الاهلي وكانه مفيش لعيبه الا في الاهلي. وقلنا ده وسمعنا كلام شريف وسمعنا كلام ناصر ماهر، بس ناصر ماهر اختار الاهلي والاستمرار في الاهلي وقال رايه كمان. انا كل مره يعني انا طلعت مره ورجعت وطلعت تاني ورجعت دلوقتي، في المرتين مبسوط طبعا ان انا راجع بيتي النادي الاهلي، اعظم نادي في افريقيا طبعا، فشرف كبير ليا. المنافسه بقى في مكانك وخاصه انت اكيد عايز ترجع الاهلي المره دي تشارك بصفه اساسيه بعد تالقك، المنافسه شايفها ازاي في الاهلي الفتره دي؟ انا الموسم الاولاني كنت بشارك برضو بصفه اساسيه الحمد لله. الموسم ده في لعيبه كويسين طبعا، المنافسه ما فيش حد بيقول ان انا راجع العب بصوره اساسيه، ده مش كلام، انت كلامك او لو انت عاوز تلعب بيبقى موجود في الملعب، في تمرينك تتمرن كويس تعمل مجهود كويس، ده بيأدي انك تلعب اساسي وانك تساهم مع النادي بحاجه كويسه. اكتر موسماني الكره بتاعته طبعا واضحه للناس كلها، والتطور اللي حصل في النادي الاهلي في الاداء الفني يعني، اتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اتمرن كويس جدا وان احاول اطور من ادائي، لان انت هتبقى في نادي، يعني انت في نادي كبير وقدام جمهور كبير فلازم تكون عند حسن ظنه. انا بتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي وان احنا ناخد بطوله افريقيا وان شاء الله يطلع النهائي بشكل كويس. ده كلام ناصر ماهر بعد العوده، لكن زي ما قلت لكم احنا مهمتنا ومسؤوليتنا الحفاظ على قيمه الكيانات، قيمة نادي جماهيري محترم عظيم الناس كلها بتفخر بيه بحجم النادي الاهلي، لازم الحفاظ عليه ضرورة، واي حد يحد في طوبة عليه لازم تتردله تحت اي ظرف وتحت اي سبب، هي دي قيمة الكيانات.